السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن القولون والقولون العصبي. تابعوا معنا الفيديو إلى النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس يسأل عن القولون والقولون العصبي، سؤال مهم جدا. هل هناك فرق بين القولون والقولون العصبي؟ في الحقيقة لا يوجد أي فرق بينهما. لنتكلم عن أسباب القولون العصبي أو سبب مرض القولون العصبي. السبب الحقيقي هو أنت، عاداتك السيئة. كل ما تتناوله من خبز أبيض وسكر وزيوت مهدرجة عناوين لهلاك البشرية وليست للقولون فقط. الأمعاء خلقت للتحرك كموج البحر لكي تدفع الفضلات بعضها البعض وتخرج بسهولة دون إمساك ودون توتر. ما هي الأسباب التي تجعل هذه الحركة تموجية؟ أو من هو المسؤول الذي يجعل هذه الحركة تموجي؟ تعالوا لنرى. عندنا البكتيريا الطبيعية أو ما يسمى البكتيريا النافعة أو المصطلح العلمي الذي يطلق عليها وهو الفلورا، وهناك أيضا مجموعة فيتامينات بي، لا سيما B1 B2 B5 B6 وB12. فنقص هذه الفيتامينات ونقص البكتيريا الطبيعية، هذه الحركة التموجية لا تصبح حركة تموجية. ماذا تصبح؟ تصبح حركة مستقيمة. إذن كيف تدفع الفضلات بعضها البعض؟ هنا تتكون فترة انتظار. وماذا يحدث في هذه الفترة؟ يحدث في هذه الفترة تخمرات، وهذه التخمرات ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون. وهنا يبدأ التهتك في الخلايا والأنسجة ويبدأ التوتر. هذا التوتر كلما زاد، سواء بطبيعة العمل أو طبيعة الأكل أو سواء بطبيعة التدخين، سواء بطبيعة الإفراط في تناول الخبز الأبيض أو السكريات أو الزيوت المهدرجة، والقائمة طويلة. الإنسان الذي يفتقر في غذائه إلى البكتيريا الطبيعية وإلى مصادر فيتامينات بي، كل هذا يزيد من قلة حركة الأمعاء، وبالتالي تصبح الأمعاء أكثر توترا. للأسف يوصف لمريض القولون العصبي مضادات اكتئاب لكي يهدأ ويرتاح. وهنا ندخل في دوامة أخرى وهي دوامة الإدمان وننسى القولون. وهنا يصبح مريض القولون العصبي ينتشي بهذه الحبوب، وهنا يدخل في مصيبة أخرى. بينما في هذه المراحل الأولى
وعندما نستشعر اضطراب في حركة الأمعاء، الحل هنا يكون بسيط جدا، وهو بمراجعة النظام الغذائي الخاص بنا والتكثيف من تناول مصادر فيتامين بي، أو الرجوع إلى الأعشاب الطبية مثل شرب مغلي النعناع، أو إضافة هذه المادة إلى الأطعمة التي نتناولها. وهنا نكون قد أصلحنا الأمر من الأساس. وهناك قصة أخرى، وهي قصة الماء، وهي عدم شرب الماء بانتظام وكثرة وأهميته. الذي يشرب الماء عندما يعطش فقط فهذا خطأ كبير. شرب الماء يكون بشكل دوري ومنتظم، هكذا نحافظ على صحة الأمعاء والقولون. يجب أن نتذكر دوما أن المسؤول عن حركة الأمعاء وصحة القولون هما أمران: البكتيريا الطبيعية ومجموعة فيتامينات بي. بهما ننتهي من أمر القولون والقولون العصبي. أنصح كل إنسان يعتقد أن لديه قولون عصبي وأن مشكلته بالعصبية إذا أصبح عصبي فهو مخطئ. وإذا كنت تتناول مهدئات أو مضادات اكتئاب ويقولون لك نصف حبة أو حبة لا تفعل شيء، فأوقف تناولها فورا. هذا الكلام غير صحيح. اليوم لن تفعل شيء، لكن غدا أو بعد غد ستفعل. يجب أن تعيد ترتيب نظام الغذائي الخاص بك، وانظر إلى ما تتناوله. لما تعيد ترتيب المائدة وتعيد ترتيب الأصناف بإذن الله سوف تشعر بالراحة. هذا محور في غاية الأهمية، وأحد أهم أسباب القولون والقولون العصبي هو سبب واحد: نقص حركة الأمعاء، بالتالي نقص البكتيريا الطبيعية ومجموعة فيتامينات بي. بعض الناس ينسب هذا الأمر إلى البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص. هل يعني أننا لا نتناول هذه المواد إلى الأبد؟ المصيبة تجد بعض الناس يمتنع عن جميع هذه الأكلات الرئيسية، ولا يمتنع عن شرب المشروبات الغازية. يجب التوجه إلى الأسباب الحقيقية. في النهاية يجب على الإنسان التغيير من العادات السيئة وإعادة النظر في نظامه الغذائي، والابتعاد عن السكر وعن الخبز الأبيض وعن الزيوت المهدرجة، وبالأخص الأكل خارج المنزل والأكلات السريعة، كي يحافظ على جهازه الهضمي وأن لا يصل إلى مرحلة المعاناة
بالقولون العصبي. مهما تحدثنا عن القولون العصبي فلا نستطيع أن نتكلم عنه بشكل أفضل ممن يعانون منه. والسلام.